لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من بريطانيا الدكتور أحمد عبود، أستاذ المحاسبة بجامعة بورتسماوث البريطانية. أهلا وسهلا دكتور أحمد، وهل كنت تتوقع أن يبرم الاتفاق قبل أسبوع فقط من انتهاء المدة المقررة للمفاوضات؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. خلينا نقول يعني ان فعلا هم انتظروا حتى اللحظه الاخيره، خلينا نقول في الدقيقه 90 يعني قبل نهايه المباراه يعني وصلوا الى اتفاق. اعتقد هم كانوا بيحاولوا لحد اخر لحظه تحقيق مكاسب، وفي الاخر اضطرت بريطانيا الى تقديم بعض التنازلات، واضطر الاتحاد الاوروبي ايضا الى تقديم بعض التنازلات من اجل تحقيق المصالح المشتركه بين الطرفين. خلينا نقول الجميع استفاد من هذه الاتفاقيه في ظل الوضع الاقتصادي اللي بتعاني منه اوروبا بشكل عام وبريطانيا ايضا بسبب ازمه كورونا والغلق التام الموجود حاليا في الاسواق البريطانيه وعمليه صعوبه في دخول وخروج المواد الغذائيه في ظل ازمه كورونا وما الى ذلك. كل هذه الضغوط تعرضت لها بريطانيا، وبذلك اضطرت الى تقديم بعض التنازلات من اجل تحقيق هذه الاتفاقيه. الاتفاقية نصت على عدم فرض رسوم جمركية على السلع ولكن باستثناء صناعة الخدمات، كيف تنظر لهذا البند؟ خلينا نقول ان الاتفاقية ادت اتفاقية نتيجة لهذا سوف يكون دخول وخروج معظم المنتجات وبالاخص الاساسية منها ما بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا ستكون بدون جمارك وبدون اي تعريفة جمركية، ولكن الخدمات وهي ايضا ان اعتبروا الخدمات من السلع الترفيهيه وما الى ذلك، مثلا على سبيل المثال الفنادق وما الى ذلك سوف يكون هناك بعض الرسوم التي ستفرض عليها، وهذا امر طبيعي. هو الامور كانت شائكه فيما يخص المنتجات الاساسيه وفيما يخص عمليه التجاره اليوميه ودخول وخروج المنتجات، وهذه ايضا امور كان متوقع الوصول اليها في وجود بعض النقاط التي سوف يتم الفرض عليها سواء جمارك او تعريفات. نعم. ولكن لن تؤثر كثيرا، الاهم هو ان هناك اتفاقيه تجاره حره ما بين الدولتين، وسوف يكون هناك حريه في دخول وخروج المنتجات ما بين اوروبا والاتحاد الاوروبي. الدكتور احمد عبود استاذ المحاسبه بجامعه بورتسماوث البريطانيه، شكرا جزيلا لك.